إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ثم أما بعد، فإن من نعمة الله عز وجل على العبد أن يوفقه الله تبارك وتعالى لتعلم دينه الصحيح، فيعرف ما لله سبحانه وتعالى من حقوق عليه، ويعرف ما لرسوله صلى الله عليه وسلم من حقوق عليه، ويعرف دينه حق المعرفة، ثم يعمل بهذه المعرفة، لا يقتصر على المعرفة لوحدها، وإنما يعمل بهذه المعرفة، فهذه نعمة عظيمة على العبد. ولهذا اهتم العلماء من قديم ببيان هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله عز وجل المستلزمة للعمل، ومعرفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. ولا شك أن العلم الصحيح هو المأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقات السلف الصالح من الصحابة من المهاجرين والأنصار، فهم قد فهموا هذا الدين فهماً صحيحاً، لأنهم قد تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب التي ألفت لبيان هذه الأمور، أقصد العقيدة الصحيحة، هذا الكتاب الذي ندرسه في هذا المجلس المبارك، وهو كتاب الفتوى الحموية الكبرى الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية، وحرص فيه على أن يبين هذه المسائل والأصول من العقيدة الصحيحة، ويبين أدلتها من الكتاب والسنة ومن الإجماع. خاصة في القرون الثلاثة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: خير القرون قرني
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واستعرض جملة كبيرة من الكتب التي ألفت ونقلت إجماع أهل الاعتقاد الصحيح في هذه الكتب، ومن الكتب التي ذكرها ونقل كثيرا مما فيها كتاب أبي عبد الله محمد ابن خفيف، محمد ابن خفيف الشيرازي الفارسي، فهو إمام كبير وقد نقل الإجماع هذا عن السلف الصالح في كتابه الذي جعله في التوحيد، فنقل منه كما سمعتم في الدروس السابقة جمل من الاعتقاد الصحيح الذي أجمع عليه السلف. وإذا قلنا السلف فنريد بهم بالدرجة الأولى الصحابة من المهاجرين والأنصار، ثم من تبعهم من التابعين، ثم من تبعهم من أتباع التابعين، ثم أهل الحديث الذين نقلوا هذا الاعتقاد بالأسانيد الصحيحة وحفظوا للأمة هذه العقائد الصحيحة. ومما ذكر في الجمل السابقة ما يتعلق بأركان الإيمان، وكان حديثه عن الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار. ولهذا قال الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فقد ذكر هذا في اعتقاده وقال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. وذلك لأنه نبتت نابتة منحرفة شككت في بعض مسائل تتعلق بالجنة والنار، فلهذا نص على هذه العقيدة ليرد تلك البدع. ولهذا قال ذكر الدلائل على ذلك، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها الشراح الذين شرحوا هذه العقيدة، فقال الإيمان بالجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ذكر ثلاثة أشياء وهي من أوثق الأدلة: الكتاب والمراد به القرآن، والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع يعني إجماع القرون الثلاثة الأولى وفي
فهم مجمعون على العقائد والمسائل المتعلقة بهذا، وما خالفهم في هذا إلا أهل البدع كما ذكر الذين خالفوا في ذلك كالخوارج والمعتزلة الذين لا يرفعون رأساً بالأدلة الصحيحة. ومما جاء في هذه الأحاديث ما جاء عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري ورواه مسلم. وانظروا إلى هذه الأصول العظيمة التي أشار إليها: من شهد أن لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد التي تثبت التوحيد وإفراد رب العالمين بالعبادة وتنفي الشرك عنه بجميع أنواعه وأصنافه، وأن محمدًا عبده ورسوله. فمحمد عبد لله لا يشرك مع الله، وإنما هو عبد لله، ثم ذكر ورسوله لإثبات الرسالة. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وعيسى عليه السلام هو من آخر الأنبياء قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى ظل فيه اليهود والنصارى، ولهذا جل حقيقته الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه عبد لله ورسول لله، وأنه كلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أنه نفخ جبريل وهذا روح منه، فهو روح مخلوقة كغيره. وهذا فيه رد على النصارى الذين يعبدونه، فهم يعبدون ثلاثة، وأحد الثلاثة هو عيسى عليه السلام، ويزعمون أنه ابن لله عز وجل، فهم قد ضلوا فيه ضلالا بعيدا. ورد على اليهود، فإن اليهود زعموا أنه ابن بغي، نعوذ بالله من قولهم ومن قول النصارى، فهذا رد عليهم، فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق. فالجنة خلقها الله عز وجل وهي حق، يعني صدق، وهي مخلوقة الآن، وهي موجودة الآن كما سوف يذكر من الأدلة
بخلاف أهل البدع الذين قالوا الجنة ما هي موجودة الآن، ويزعمون أنها سوف تخلق مستقبلا، يعني يوم البعث والنشور، ويظنون بعقولهم القاصرة أنها معطلة، ويقولون هذا عبث لو خلقها الله عز وجل وأوجدها الآن وقبل البعث الذي يأتي متأخر قبله آلاف السنين وآلاف الأعمال. وهذا جهل منهم، ما المراد؟ ماذا جهل منهم بحكمة الله عز وجل من خلقها، وهذه العقول السقيمة تعترض على النصوص الصحيحة، تعترض على النصوص الصحيحة. وموقف المسلم الحق هو التسليم لما ثبت بالكتاب والسنة. ولذلك ذكر المؤلف الأدلة التي كالجبال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأن الجنة موجودة الآن وأنها أعدت، وأعدت يعني انتهى، منتهي من إعدادها، أعدت. ولذلك ذكر من الأدلة على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل، وفيه كان يقول: ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق. إذا قام افتتح الصلاة قال: اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، رواه البخاري ورواه مسلم، لا يمكن أن يشكك أحد في صحته، فإنما اتفق عليه الشيخان. لا يمكن أن يشكك في صحته البتة، اتفقوا على صحته. ولهذا قال النووي في شرحه لمسلم: والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة، وإذا قيل الكلام الصدق، وإذا قيل للكلام الصدق حق، فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق لا تردد فيه. وهذا ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم. وهما مخلوقتان الآن، الآن مخلوقتان، هي مخلوقة قبل الآن، لكن هو يتحدث أنها موجودة مخلوقة الآن، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يزعمون أنهما إنما يخلقان يوم القيامة. والخوارج مر معنا ذكرهم، فهم فئة من حريفة، وإن كان خرجت في أواخر عهد الخلفاء الراشدين، فهم لا يؤمنون بكثير مما جاء في السنة، وعندهم انحراف في فهم الأدلة،
ولذلك هم يرون مرتكب الكبيرة كافر، هم يرون مرتكب الكبيرة كافر، إلى غير ذلك من الانحرافات. وأما المعتزلة فهم قريب من الخوارج في مرتكب الكبيرة، فهم يرونه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم. فإن مات ولم يتب، لم يتب من الكبيرة، فهو عندهم خالد مخلد في النار، يوافقون الخوارج في هذا المعتقد. وحجتهم حجة عقلية، هم يظنونها عقلية وهي جهل، فيقولون بأن وجودهما الآن من غير أن يدخلها أحد عبث، وهذا رد للنصوص. ومن قال لهم أنه لم يدخلها أحد؟ وأبونا آدم كان فيها، والملائكة فيها، وغيرهم، من قال أنها معطلة؟ لكن هذا بفهمهم السقيم، لأنهم لا ينظرون إلى الأدلة. ولهذا قال: وهذا رد للنصوص المتواترة. وإذا قيل عن النصوص بأنها متواترة فإنها قد رواها جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب. يعني إذا رواه الجمع الكثير ثم روى هذا عنهم جمع آخر، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس، الخبر أسندوه إلى شيء محسوس، هذا متواتر. ولهذا قال عن هذه النصوص: وهذا رد للنصوص المتواترة وقصور في العقل، فإن حكم وجودهم الآن لا تحصى. ومن الأدلة التي تبين أنها موجودة أنه ذكر أنهما قد أعدت، انتهت. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ما قال ستعد، وإنما قال أعدت للكافرين. وقال تعالى: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال عن الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والمعدة لا تكون إلا موجودة، مخلوقة، مهيئة، مرصدة. وأخبرنا سبحانه أنه أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا حديث أيضا متفق عليه، رواه البخاري ورواه مسلم. وفي فتنة عذاب القبر
قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده غدواً وعشية، يعني يرى مقعده غدواً وعشية يعرض عليه وهو في قبره، إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث. وهذا الحديث أيضاً متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فانظروا كيف هذه الأحاديث العظيمة التي يتجاوزها أهل البدع بأفهامهم السقيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني البرودة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم. وهذا أيضا متفق عليه. والحديث الذي قبله أيضا حديث النفسين، أنها تتنفس في الشتاء، متفق عليه، إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة التي لا يتجاوزها شخص يؤمن بالسنة. ولهذا ذكر ابن أبي العز إجماع أهل السنة على المعتقد الصحيح في النار والجنة، فقال: فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك. وهذا ذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. وأما قوله وإنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، يعني لا تفنى يوم القيامة، يوم لا يمكن تعدم، وفيه أشياء مستثناة، يعني زي العرش، عرش الرحمن، فهذا لا يعدم يوم القيامة، ومثل الجنة والنار هذه لا تعدم. فليس كل شيء خلق للفناء، بل فيه أشياء مستثناة، ومنها الجنة والنار، يعني لما يتغير الكون وتتغير الجبال ونحو ذلك فهذه لا تفنى ولا تعدم. قال: أما الجنة فلا تفنى، فهذا بالإجماع، ومن أنكر ذلك كفر. من أنكر أن الجنة لا تفنى فقد كفر، لأنه أنكر شيء صريح، أدلة واضحة. من أنكر ذلك كفر. وأما النار فكذلك لا تفنى، لكن حصل في دوامها خلاف ضعيف، بل مطرح عند جمهور أهل السنة،
بعد الاتفاق على طول بقائها وشدة عذاب أهلها فيها أحقابا، لأن الله قال لابثين فيها أحقابا، لكن في خلاف ضعيف أنها بعد ما يمكث أهلها فيها أحقابا كما ذكر الله فإنها تفنى. وهذا مبني على اعتقاد فاسد وأصل أصله المعتزلة وهو باطل، لأنهم عندهم ما في شيء، ما له ما في شيء عندهم ما له بداية وما في شيء عندهم ما له نهاية، ما عندهم ما في شيء ما له بداية وما في شيء ما له نهاية. فهذا الأصل الذي أصلوه أوقعهم في هذا الضلال، ولذلك تحيروا في كون أهل الجنة خلود في الجنة خالدين فيها وأهل النار خالدين فيها. ولذلك قال بعضهم إما أن تفنى النار وإما أن تفنى حركات أهل النار، فيبقون بدون حركات. هذا نص عليه المعتزلة في مذهبهم وهو باطل، ولم يقل بذلك أحد من أهل السنة. نسب إلى بعض أهل السنة ذلك، لكن الآثار التي نسبت لهم لا تصح، ولهذا علق عليها الشيخ الألباني كما سيأتي وقال هذه الآثار لا تصح، لأنه ليس كل ما روي يكون صحيحا، فإنه قد يكون ضعيف أو في شذوذ أو في علة. فالألباني قال كل هذه الآثار التي نقلت لا تصح، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد اتفق سلف الأئمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم، يعني في مخلوقات لا تعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين. ومعنى أهل الكلام الذين خاضوا في العقائد بأهوائهم وعقولهم وهم متأثرون بالفلاسفة، يعني نقلوا هذا من الفلاسفة والمنطق فصاروا يخوضون خوضا ولا يلتزمون بالأدلة. فقال وأول من عرف عنه هذا القول المنحرف قال ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان، وهذا الذي تنسب له الجهمية، لما يقال فرقة الجهمية فهي تنسب إلى هذا الضال الجهم بن صفوان، ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، يعني الآن كثير من الملاحدة الذين لا يعظمون النصوص يقولون بأقوال كهذه. قال وهذا قول باطل يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وذكر من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك
وقد استدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات بأدلة عقلية. قال: وقال الطحاوي في عقيدته والجنة العقيدة، الطحاوي يعني في العقيدة التي ألفها، ما هو في عقيدته هو، لا، في العقيدة التي جمعها من الأدلة فنسبت إليه فيقال العقيدة الطحاوية، لأنه هو الذي جمع الأدلة واختارها من الكتاب والسنة. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهنا القول الذي نسب إلى السلف، قيل هذه الأقوال المنسوبة إلى السلف في كتب التفسير وغيرها باطلة كما ذكرت لكم، وأنها لا تصح هذه الآثار. ولا الذي قال تفنى هو جهم بن صفوان إمام المعطلة، يعني الذي نقلوا التعطيل عنه، وليس له سلف قط، يعني ما قال لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به، يعني قالوا هذا قول كفر، وصاح به وبأتباعه من أقطار الأرض، يعني أنكروا عليه إنكارا شديدا. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الموجودات، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام. وعلى حدوث ما لم يخلو من الحوادث، يعني أصلوا أصول فاسدة فأنتجت عقائد فاسدة، من أصل أصلا فاسدا فينتج منه عقائد فاسدة. قال: وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم، فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي، يعني ما يعرف أن الله عز وجل يحدث الشيء بعد الشيء، يقول ثم ما إلى ما إيش، وهذا جهل. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعني لكنه ليس معطل، فالله عز وجل هو الأول لكنه يفعل يخلق، فخلقه لا أول له، خلقه لا أول له ولا نهاية له، لكنه ليس معطل وليس فيه شيء مستمر، تفنى الأشياء ويخلق غيرها ويخلق غيرها ويخلق غيرها. فهم أصلوا أصلا باطلا ثم صاروا يطبقونه على الكتاب والسنة. وأبا الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، وافق جهم، أبو الهذيل العلاف هذا شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على الحركة.
قال: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة، يعني سلم بالجنة. وهذا التفريق أيضا تحكم منه، ولا كان على أصله الفاسد كان، لكنه رأى كثرة، قال هذا معلوم من الدين بالضرورة، لأنه لو قال تفنى الجنة والنار معناه ما في خلود أصلا. ولذلك هو أشار هنا إلى أن القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. قال المحشي: قلت لم تثبت من هذه الآثار شيء بعد التحقيق. لذلك قال العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على شرح الطحاوية: قلت لم يثبت القول بفناء النار عن واحد من السلف، وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة، وبعض أحاديثه يعني حديث هذا القول موضوعة. انتهى كلام الألباني. ولهذا قال ابن كثير بعد أن ذكر خروج أهل الكبائر من النار عند تفسير قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال ابن كثير: ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود، لأنه قد يفهم أحد من أن هذا الاستثناء أنها ليس لها البقاء. فقال: ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها، ولا محيد له عنها. وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. وقال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: وقال بعض السلف إن النار لها أمد ولها نهاية بعدما يمضي عليها آلاف السنين والأحقاب الكثيرة، وأنهم لا يموتون أو يخرجون منها. قال يعني هذا القول المنسوب للسلف. قال: وهذا القول ليس بشيء عند الجمهور لضعف أدلته، ما في عليه دليل، ولهذا قال ليس بشيء. قال: وهذا القول ليس بشيء عند جمهور أهل السنة والجماعة، بل هو باطل ترده الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. قال: وقد استقر قول أهل السنة والجماعة أنها باقية أبد الآباد، وأنهم لا يخرجون منها، وأنها لا تخرب أيضا، بل هي باقية أبد الآباد في ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة على ذلك مع ما تقدم قوله سبحانه وتعالى في شأن النار: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقوله سبحانه في سورة النبأ يخاطب أهل النار: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله السلامة والعافية منها ومن حال أهلها.
ومما يستدل أيضا على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش، كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني ينظرون إلى المنادي وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، يعني وكلهم قد ذاق الموت. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح وينظر أهل الجنة وأهل النار إلى ذبحه، فيقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والمراد يعني هذا بعد أن يخرج منها أهل الكبائر، لأنها أهل الكبائر لا يخلدون في النار، فهذا بعد أن يخرج منها أهل الكبائر ولا يبقى إلا أهل الشرك، فيقال لهم: هذا خلود فلا موت. ومن المسائل التي ذكرها ابن خفيف فيما يتعلق بعروج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المسائل العقيدة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. ومراد عرج بنفسه يعني جسده وروحه، وهو يريد أن يرد على القول المنحرف الذي قيل أن الرسول صعد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى هذا روحه، أو قال رؤيا منام وليس بجسده وروحه. وهذا ترده الأدلة والأحاديث، فإن العبد سبحان الذي أسرى بعبده، العبد إذا قيل لا يطلق على الروح لوحدها ولا يطلق على الجسد لوحده، وإنما يطلق على الجسد مع الروح. ولهذا قال: صعد، عرج يعني صعد إلى جهة العلو، وعروجه تواترت به الأحاديث، وأجمع عليه أهل السنة، وهو غير الإسراء، فالإسراء كان أولا إلى بيت المقدس، يعني جبريل لما جاء أول أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عري به إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. قال: وهو المذكور في القرآن وفي السنة المتواترة أيضا، ثم من بيت المقدس عرج به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. من الذي أخذ بيده؟ جبريل أخذ بيده صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء. وهذا الحديث مذكور في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم.
وقال شيخ الإسلام: صعوده ليلة المعراج إلى فوق السماوات مما تواترت به الأحاديث. وقال ابن كثير عليه رحمة الله بعد أن ساق أحاديث الإسراء والمعراج في تفسيره: قال أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير: قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن مسعود وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن ابن قرط وأبي ليلى وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة إلى غير ذلك من ذكر مجموعة كبيرة، كلهم رووا هذا حديث الإسراء والمعراج. ولهذا قال: فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون. لماذا الزنادقة والملحدون يعرضون عنه؟ لأنهم يتخيلون الأشياء بعقولهم فيقولون: كيف طلع في الطبقات العليا وما في أكسجين وما في ما إلى غير ذلك؟ هذا أهل الإلحاد. إذا أراد الله عز وجل شيء قضاه، ما يحتاج أنك تأتي عليه بالاعتراضات، ولا يعترض على ما ثبت عن الله إلا زنديق. ومعنى زنديق يعني خرج من الإسلام، فإن الزنادقة هم الذين خرجوا من الإسلام. وقوله بنفسه تضعيف لقول من رأى أن العروج كان لروحه فقط، قال: وهو قول منقول عن بعض السلف رحمه الله، لكنه قول ضعيف، والآثار عنهم إما غير صحيحة أو غير صريحة. يعني القول الذي إما أنه غير صحيح سنده أو غير صريح فيه. والله تعالى ذكر أنه أسرى بعبده، والعبد لا يطلق على الروح وحدها، فهذا المفهوم من ظاهر القرآن. ولو كان الإسراء بالروح فقط في المنام ما أنكره من أنكره من المشركين، لأن المشركين لما أخبرهم أنه أسري به وأنكروه قال: هذا ما يمكن. وكانوا جاءوا إلى أبي بكر يقولوا: يعني انظر ماذا يقول صاحبك، كيف هذا المسافات الطويلة نذهب شهر وناتي شهر وهو في ليلة واحدة؟ قال: إن كان قاله فقد صدق. شوف الإيمان كيف، قبل أن يقابل الرسول قالوا: انظر إلى صاحبك ما يقول. قال: إن كان قال ذلك فهو صادق، لأنه لا يكذب أبدا، هذا اليقين عنده. ولذلك قال الإمام الطبري رحمه الله، قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله على البراق حين أتاه به وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآيات. ولا معنى لقول من قال أسري بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلاً على نبوته. يعني أين المعجزة لو كان مجرد انتقال الروح أو رؤيا منام أو نحو ذلك؟ فأي معجزة في ذلك؟ ولا حجة له على رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه، إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة، فكيف ما هو مسيرة شهر أو أقل؟ يعني لو كان في المنام فإن الإنسان قد يرى أنه سافر إلى بلاد بعيدة جدا، وهذا ما فيه لا معجزة ولا إثبات نبوة. المعجزة وإثبات النبوة هو أنه أسري به مسيرة شهر بروحه وجسده وهو في ليس في نومه وإنما في صحوه. ثم هنا تكلم عن سدرة المنتهى. ما معنى سدرة المنتهى وإضافتها إلى المنتهى؟ من إضافة الشيء إلى مكانه، وهي سدرة عظيمة غاية في الحسن تقع عند جنة المأوى التي يأوي إليها جبريل والملائكة أو أهل الجنة أو أرواح الشهداء، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أي عند تلك السدرة جنة تسمى جنة المأوى. قال ابن عطية: قال الجمهور أراد أن يعظم مكان السدرة ويشرفه بأن جنة المأوى عندها، وهي فوق السماء السابعة على الصحيح، كما في الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة، وهو حديث الإسراء والمعراج، وفيه أنه رفعت له صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى بعد أن فتحت له السماء السابعة. هذا ما يتعلق بسدرة المنتهى. وكان قد ذكر عن صفة هذه السدرة بأن نبقها كأنه قلال هجر. نبقها، النبق ثمرة السدرة تعرفونه، النبق هذا لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النبقة كقلال هجر، وهجر هذه في الأحساء، والقلال يعني سلة كبيرة جدا من التمر، فالنبق الواحدة كقلال هجر، وورقها كأنه أذان الفيول الفيلة، يعني الورق حقها كبير جدا مثل إذن الفيل. وفي أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. قال: فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة،
وأما الظاهران فالنيل والفرات. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.